الفضفضه والتعبير عن اللي جوانا ممكن تكون من الحاجات اللي مش سهله على ناس كتير، في بعض من الاحيان بتبقى كمان مستحيله لاقرب الناس الينا، لان مش دايما بيبقى عندنا القدره ونبقى عارفين نعبر عن اللي احنا حاسين بيه او المشكله اللي احنا بنمر بيها بالكلام. ممكن نكون بنعبر مثلا بالمشاعر ولكن مش عارفين ان احنا نرتب المشكله جوانا، عشان كده في نوع من التعبير بيعتمد على الفنون والانشطه التعبيريه زي مثلا الرسم، الموسيقى، التمثيل. ده بيخلينا نعرف نعبر عن نفسنا يمكن اكتر شويه، وده بيعتبر علاج من العلاجات اللي بنستخدمها علشان نقلل من القلق والتوتر واللي احنا بنمر بيه خلال يومنا العادي. وكمان بنحس ان احنا خرجنا المشاعر الدفينه اللي جوانا اللي احنا مش عارفين ان احنا نعبر عنها. فقرتنا النهارده مع حضراتكم هنعرف اكتر عن العلاج بالفنون التعبيريه وازاي الرموز ممكن اللي احنا بنرسمها او حتى بنشخبطها او بنكتبها ممكن هي تكون معبره عن مشكله جوانا احنا مش عارفين بكلمات بسيطه ان احنا نعبر عنها. خلينا نرحب بضيفتنا النهارده الاستاذه عائشه رضوان، هي معالجه نفسيه بالفنون التعبيريه. منورانا يا عائشه. منورانا، اهلا بيكم، سعيده بوجودي معاكم النهارده. واحنا اكتر. يعني مبدئيا كده قولي لنا بقى ايه هو العلاج بالفنون التعبيريه؟ ايه هي يعني الفنون التعبيريه؟ الموسيقى بالشكل اللي احنا عارفينه والرسم وكده، ولا في حاجه مختلفه فيها؟ العلاج بالفنون التعبيريه هو دمج، هي مالتي مودل، فهي دمج الانواع مختلفه من الفنون مع بعض في سبيل ان احنا نقدر نعبر عن مشاعرنا من خلالها. فما تتطلبش من الشخص ان يكون بيعرف يرسم او بيعرف يرقص او بيعرف يغني، بتتطلب اكتر ان احنا نتقبل ان احنا ندخل في مرحله العلاج ونبقى مسترخيين كفايه ان احنا نقدر نعبر عن مشاعرنا في دايره ما فيهاش اي حكم. بالامان بالظبط، هي الاساس ان هو نبقى حاسين بالامان. فدي حاجه بنعملها، بنوجدها طبعا من خلال الجلسه، بعمل تمارين استرخاء وبعمل سيتنج زي كده الحدود بتاعه الجلسه العلاجيه، ازاي ان احنا ما فيش اي حكم ما بيننا ولا حكم على نفسنا حتى. فمن خلال الشعور بالامان ده بنبدا ان احنا نعبر عن مشاعرنا في المساحه الامنه دي، وحتى مش بنحتاج ان احنا نتكلم. يعني اوقات كتير زي ما حضرتك قلتي ان ممكن يبقى ما عندناش كلمات توصف اللي احنا حاسين بيه، بس مشاعرنا كتير جدا ومحتاجه ان هي تخرج. وبعد ما تخرج بنقدر ان احنا سواء كانت على رسمه او حركه او موسيقى بنبدا ان احنا نشوف الشعور اللي جوانا ده بقى موجود فيزيكلي او موجود بشكل مادي قدامنا، فنقدر ان احنا نتعرف على الرموز اللي فيه اكتر ونقدر ان احنا نوجد حوار مع المشاعر اللي خرجت دي ونفهمها اكتر. هل اي حد قابل ان هو يتعالج بالفنون التعبيريه، ولا في ناس يعني الشخصيه ممكن يكون ليها عامل؟ يعني هل مثلا اي حد لما يعمل الفنون التعبيريه دي بعديها ممكن يبقى اكثر تعبيرا عن مشاعره او عن الحاجات اللي مضايقاه او المشكله اللي هو بيواجهها؟ السؤال اللي حضرتك سالتيه ده مهم جدا، لان اهم حاجه في العلاج بالفنون التعبيريه ان انا ابقى متقبله العلاج، ابقى متقبله ان انا اعبر عن نفسي، ابقى متقبله ان انا اسمح لنفسي امر بالتجربه. كده كده المشاعر بتتحرك، بس اللي بيحصل ايه؟ ان بعض الاشخاص بيبقى عندهم الدفاعيه، الحيل الدفاعيه بيلجموها تاني او بيحجموا هذه المشاعر. بالظبط، الحيل الدفاعيه بتبقى مخليهم خايفين ان هم يخرجوا مشاعرهم، فبالتالي الحيل الدفاعيه دي حاجه المخ بيعملها لنا عشان يحمينا، فهم بيستخدموها بشكل يخليهم يكبتوا مشاعرهم بدل ما يقدروا يحرروها من خلال العمليه العلاجيه. يعني مش حقيقيه اللي بتطلع مثلا في رسمه او كده، يبقى الشخص بيطلع حاجه عكس اللي جواه. دي صعبه، بس اللي ممكن يحصل ان هو بعد المشاعر ما تخرج ما يسمحش لنفسه يتواصل معاها. لكن احنا العمليه العلاجيه بتمر بمراحل مختلفه، يعني انا الاول احنا بنبدا نشتغل على جسمنا ان احنا نبقى موجودين هنا ودلوقتي، لان احنا دايما يا اما بنفكر في حاجه فاتت يا اما حاجه جايه، فازاي ان احنا نبقى جراوندد في اللحظه دي ونبقى موجودين في اللحظه دي، وبعد كده بنبدا ان احنا نسترخي ونبدا ندخل نتواصل اكتر مع العقل الباطن، وبالتالي البروسيس بتخلي او العمليه العلاجيه بتخلي الشخص يعبر عن مشاعره. طب مين اللي اكثر، احنا طبعا بنشوف صور دلوقتي على الهواء معاكي عن من المجموعات ونوعيات الفنون المختلفه اللي انت بتستخدميها، ولكن وشايفه ان في الفئات العمريه مختلفه،
مين اكتر استجابة او مين اكتر تأثرا، كل ما الواحد كان صغير اكتر ولا كل ما الواحد كبر اكتر؟ الحقيقة على عكس اللي بيقال ان موضوع ان احنا خلاص لو كبرنا ما نقدرش نتغير، بالعكس انا معظم انا بعمل جلسات فردية وجماعية، ومعظم الحالات اللي بحس ان هي استجابتها سريعة جدا وبتبقى متعطشة للتغيير الناس الكبيرة فوق الخمسين سنة، بيبدأ الشخص يبقى فعلا عايز تغيير وعايز يوجده في حياته. على الرغم ما انا كنت متخيلة في بداية شغلي ان هيبقى صعوبات معهم اكتر ان هم يتقبلوا، بس هو طبعا مختلف الاعمار، بشتغل مع مختلف الاعمار من اول الاطفال او الشباب لغاية الكبار السن، بس المرحلة العمرية اللي فوق الخمسين كمان من الناس اللي بتتأثر جدا، وكل حاجة بنبدأ نوجد فيها التغيير بياخدوها ويبدأوا يطبقوها فعلا في حياتهم. غريبة قوي، أنا كنت أتوقع العكس. وأنا برضه أنا كنت أتوقع العكس. طيب إحنا عايزين يعني تدينا مثال كده على مشكلة، وتقول لنا لو حد جايلك بالمشكلة دي عائشة إزاي هتقدري تستخدمي معاه الفنون التعبيرية، هيكون الشكل عامل إزاي؟ كأننا عايشين معاكي كده أي التجربة. خلاص تمام. أنا الماجستير بتاعي أنا عاملة بعد ما درست تربية فنية اللي درست فيها جزء علم نفس وجزء فنون، عملت دراساتي اخذت دبلومه في الارت ثيرابي اللي هو العلاج بالفن، وعملت ماجستير في علم النفس، وكان الموضوع بتاعي العلاج بالفنون التعبيريه لعلاج صدمات الطفوله للرشيدات. فاحنا واحنا كبار كده سواء ستات او رجاله بنمر بحاجات واحنا في حياتنا بنبقى مش قادرين نفهم سببها ايه. معظم المشاكل ومعظم تكوين شخصيتنا ومفهومنا عن الاشياء بيتكون في السنين الاولى من الطفوله، فبالتالي احنا بيبقى لما بنشتغل على الطفل الداخلي عندنا بنحل المشكله من جذورها، بنحل المشاكل من بدايتها وفهمنا عنها، سواء فهمنا عن رؤيتنا الذاتيه او عن العلاقات او عن الحياه ومفاهيم زي الحب. فببدا ان انا بنشتغل تمارين بتخلينا نتواصل مع شعورنا بالطفل اللي جوانا. احنا واحنا صغيرين بيبقى زي تذكر كده وتخيل لصورتنا واحنا صغيرين ومشاعرنا كانت عامله ازاي، ودي بتبقى من اكتر الحاجات الفعاله. الاشخاص بيبقوا لما بيلاقوا الاختلاف فعلا بعد ما يتواصلوا مع طفلهم الداخلي بيبقوا دايما الحاله بتبقى الاندهاش، ان ازاي انا ما كنتش شايفه كل السنين دي مصدر المشكله فين، كانت فين. يمكن من خلال الصور اللي احنا شفناها مع الساده المشاهدين دلوقتي العنصر اللي كان مشترك ما بينهم كلهم ان انت بتبقي حريصه ان انت تكوني في الطبيعة، على البحر، في حقل، في حديقة، يعني الطبيعة عامل أساسي. أيوة. هل هي فعلا بتأثر في العلاج؟ ده حقيقي. احنا لسه كنا بنتكلم جاسمين، كنت عاملة جاسمين هارفست لسه مبارح، فهو التواصل مع الطبيعة أنا بعمل حاجة اسمها إيكو ثيرابي، والإيكو ثيرابي ده هو إن احنا الطبيعة عامل من العوامل المؤثرة في العملية العلاجية. فتواصلنا مع الطبيعة هي حاجة في وجودنا من قديم الأزل مش بس من دلوقتي، وهي مع الأبحاث أثبتوا إن التواصل مع الطبيعة بيقلل هرمونات التوتر في الجسم وبيقلل التفاعل بتاع الهرمونات. لو حد عنده اضطرابات اي زي الاكتئاب او التوتر او اي حاجه بتبدا ان النسب بتاعتها بتقل جدا من غير دخول بقى في الاسامي العلميه. فالتواصل مع الطبيعه جزء مهم جدا في العمليه العلاجيه، وبنبقى كمان لما بنشتغل الفنون في وسط الطبيعه الهادئه دي ده لوحده بيخلينا ان احنا نبقى في حاله الاسترخاء اللي لسه كنت بتكلم عليها، ان هي من اساس وجودنا في مساحه امنه نقدر نعبر بيها عن مشاعرنا. في ناس بتحس بالامان اكتر، يعني عشان برضه عايزه ارجع للصور تاني، لما تكون مثلا يا رضوى ايه على البحر بالظبط، ناس تانيه تحب الخضره، ناس ثالثه تحب الصحراء. أيوة. هل المكان يفرق مع كل شخص؟ بيفرق معايا، بعمله بختار المكان حسب الموضوع. فحسب اللي احنا هنشتغل عليه، يعني مثلا لو احنا بقى بنشتغل مثلا على حد عنده توتر قوي او غضب قوي، لو اشتغلنا في صحراء المساحات الكبيره الشاسعه من اللون الاصفر والسماء فوقيها دي بتخلي النيرفس سيستم بتاعنا او الجهاز العصبي بتاعنا لوحده يبدا ان هو يهدى. المساحات الخضراء ممكن ان احنا بنتعامل مثلا مع ايجاد الالمنتس بتاعت الطبيعه دي، الخصائص بتاعت الطبيعه والعناصر بتاعت الطبيعه زي
الهواء والميه والارض، ازاي نوجد دوت جوانا. فمثلا ممكن شخص يقول ان النار بالنسبه له هو الدافعيه او الحاجه اللي بتدي له دافعيه في الحياه، حد تاني يبقى شايفه الغضب. فبنبدا ان احنا نستكشف مشاعرنا من خلال الرمزيه اللي بنستعملها من خلال الفنون. فممكن احنا نتحرك حركه العنصر ده ونبدا نشوف في جسمنا حاجه اسمها سوماتيك اكسبيرينس، ان احنا جسمنا بيحس، جسمنا بيخزن كل خبراتنا المشاعريه. فنبدا ان احنا نشتغل على الجسد حاسس بايه. طب لما حررت العنصر ده ونتكلم على التواصل مع الطبيعه، مثلا ممكن حد يبقى بيتواصل مع شجره او بيتواصل مع البحر او بيتواصل مع الصحراء. فنبدا ان احنا من خلال تواصلنا مع الطبيعه، حاجه اسمها نيتشر بيزد، ان احنا بنعتمد على الطبيعه في معرفه اكتر مشاعرنا والتوصل ل جزء اكبر من الارتياح النفسي. جميل جميل. طب موضوع كبير، موضوع كبير، واحنا أيوة محتاجين نعرف عنه اكتر. الحقيقه ان هو مش جديد خالص، هو جديد هنا علينا في مصر ان احنا نعرفه. بس انا شغاله في المجال بقالي سنين، انا من 2017 شغاله في المجال، واشتغلت في عيادات ومصحات نفسيه الاول قبل ما ابدا اشتغل مع العاديين. بس هو بدايته من البروفيسور جامعه ليزلي شون ماكناف من 74، من سنه 74 النوع ده من العلاجات موجود. وكمان هو رجعه لقدماء المصريين، ان قدماء المصريين كانوا بيستعملوا الشعائر الدينيه والموسيقى والحركه والطبيعه، كل الحاجات دي كانوا بيستعملوها للتعبير عن مشاعرهم من خلالها. احنا يعني عايزينك توعدينا انك تنورينا تاني يا عائشه، لازم وتيجي بقى ايه يعني تكلمينا بعمق اكبر عن العلاج بالفنون التعبيريه. نعمل جلسه علاجيه. يا ريت يا رب. ايه رايك؟ يلا بينا. المره الجايه نعمل حاجه على الهواء ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا، نورتينا عائشه رضوان، معالجه نفسيه بالفنون التعبيريه. شكرا لوجودك معانا يا عائشه. شكرا ليكم. شكرا.